الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير والمكثف إلى حد ما مثال رقم 2 على البرامج الخطية، Linear Programming Problem Example Number 2. على بركة الله نبدأ. لنفترض بأن لدينا الدالة الآتية مع القيود المفروضة علينا. لدينا Objective Function ما يسمى الدالة هدف و Constraint مفروضة عليها. هذه الدالة Z تساوي 90X زائد 100Y. Z تساوي 90X زائد 100Y. Subject to ST، هذا اختصار Subject to أو خضوعا للقيود الآتي. هذا القيد الأول 3X زائد 2Y أقل من أو تساوي 40، والقيد الثاني 5X زائد 10Y أقل من أو تساوي 100. ويجب أن تكون X و Y في جميع أحوال أكبر من أو تساوي 0. بمعنى آخر، الآن القيود سميها Non-Negative Constraint. هذا القيد الخط الأول، قيد الخط الثاني. فالobjective function أو الدالة الهدف هي Z تساوي 90X زائد 100Y. نحتاج إلى، طبعا سأذكر ذلك بعد قليل، إلى تعظيم هذه الدالة. ما هي القيم التي يجب أن تأخذها X وY بحيث تكون Z أعظم ما يمكن خضوعا لهذه القيود؟ هنا هذا القيد الأول 3X زائد 2Y أقل من أو تساوي 40، و5X زائد 10Y أقل أو تساوي 100، وX وY في جميع أحوال أكبر من 0. هذه القيود نسميها إحنا القيود constraint. الآن لنفترض بأننا نحتاج إلى تعظيم maximize، نحتاج إلى تعظيم الدالة هذه خضوعا لهذه القيود. إذن نحتاج إلى تعظيم الدالة Z تساوي 90X زائد 100Y خضوعا للقيد الأول 3X زائد 2Y أقل من أو تساوي 40، والقيد الثاني 5X زائد 10Y أقل من أو تساوي 100، وX وY في جميع أحوال يجب أن تكون أكبر من أو تساوي 0. الخطوة الأولى تحويل القيود إلى متساوية. هذه القيود لأنها أقل من أو تساوي فهي متساوقة مع نظرية البرمجة الخطية، فنحولها إلى متساويات، أي الآن تصبح 3X زائد 2Y تساوي 40، و3X زائد 10Y تساوي 100. إذن هنا 3X زائد 2Y تساوي 40، هذه القيد الأول، والقيد الثاني 5X زائد 10Y تساوي 100. إذن هذان القيدان تم تحويلهما إلى متساويتين. هنا أقول اللا متساوية، هي الأقل من أو تساوي، أصبحت الآن متساوية، معادلتان خطيتان. أوكي، الآن الخطوة الثانية الحل البياني ما يسمى graphical solution، لأنه البرمجة الخطية في يعني عدة طرق، 4-5 طرق لحل البرمجة الخطية أو مسائل البرمجة الخطية. هذه المسألة تعنى بالحل البياني. فالآن هذا الحل البياني على المحور الأفقي وضعنا كمية X، المتغير الأول X، على المحور العمودي الكمية من متغير Y. هذا القيد الأول اللي هو 3X زائد 2Y تساوي 40 جعلناه متساوية. فالآن هذه المعادلة المعنية به 3X زائد 2Y تساوي 40، فإذا هنا النقطة 0 والإحداثية لY، هنا X إحداثية X وصفر لY. وبالتالي هنا إذا ما جعلنا الآن Y تساوي 0 ف3X تساوي 40، إذن X تساوي 40 قسم على 3 تساوي 13.333، قربنا 13.3. وهنا الآن إذا ما كانت X تساوي 0 ف2Y تساوي 40، إذن Y تساوي 20، هذه 0.20. إذن الإحداثية هنا 13.3 مع 0، والإحداثية هنا 0 مع 20. هاي القيد الأول. أما القيد الثاني فهو 5X زائد 10Y تساوي 100. إذن إذا كانت الآن Y تساوي 0 X بالحالة هاي تساوي 100 مقسم على 5 وتساوي، هي اللي هي هذه القيد الثاني. هذا القيد الأول البنفسجي الغامق، هنا البني الغامق. هذا القيد الثاني 5X زائد 10Y. إذا كانت الآن Y تساوي 0 فإن 5X تساوي 100، إذن X تساوي 100 مقسم على 5 تساوي 20، هاي 20 إحداثية X لكن بتكون Y تساوي 0. أما هذه الإحداثية فإذا افترضنا بأن X تساوي 0 إذن Y تساوي 100 مقسم على 10، والإحداثية بتكون 0 مع 10، هذه الإحداثية. إذن الآن يعني حددنا المنطقة اللي نسميها feasible solution أو المنطقة اللي بيكون عندها الحل.
تقول النظري بأن الحل يكون عند إحدى زوايا الشكل الرباعي. ما هو الشكل الرباعي؟ هاي الزاوية، هذه الزاوية، هنا طبعا هنا، هاي الزوايا. إذن هاي النقطة أو هذه النقطة أو هذه النقطة أو هذه النقطة. هذه النقطة معروفة لدينا 0 مع 0، النقطة هذه معروفة لدينا 13 وثلث مع 0، هذه النقطة معروفة لدينا 0 مع 10. لكن هذه النقطة نحتاج إلى معرفتها من خلال حساب ماذا؟ أن تكون المعادلة الأولى هذه متساوية مع المعادلة الثانية، وبالتالي نحتاج إلى حل المعادلتين الآنيتين أو حل هاتين المعادلتين آنيا. نتابع. إذن الإحداثيات تكون كما يأتي، هاي الإحداثيات، هذه إحداثية، هذه إحداثية، هذه إحداثية، هذه إحداثية. لاحظوا الآن 0 0، هنا 13 ثلث مع 0، هنا 10، عفوا 0 مع 10. لكن هذه نحتاج إلى ماذا؟ إلى حل القيدين. هنا بتقول لي أنه 3 أجزاء 2 واي تساوي 40، يجب أن تساوي 5 أجزاء 10 واي تساوي 100، يعني هاتان المعادلتان متساويتان عند هذه النقطة. وبالتالي الحل الآني للمعادلتين يعطينا أكس تساوي 10. هنا عندما نحلها آنيا، وهذا يحتاج من كل واحد منكم ورقة وقلم، فيجعل هذه الدالة تساوي هذه الدالة أو هذه المعادلة تساوي هذه المعادلة بالحل الآني، نجد بأن القيمة التي تحقق المعادلة الأولى والثانية، أي تجعل منها صحيحة وتجعل من هذه صحيحة، هي القيمة أكس تساوي 10 وواي تساوي 5. وبالتالي هاي الآن 10 مع 5. إذن الإحداثيات الأربع معروفة لدينا. من هذه الإحداثيات 0 مع 0، 13 وثلث مع 0، 10 مع 5 و 0 مع 10، نقوم ببناء الجدول الآتي. هذا الآن طبعا الدالة التي نحتاج إلى تعظيمها، نريد أن نعظم هذا خضوعا للقيود التالية. الآن هذا القيد الأول، هذا القيد الثاني. فالآن نفترض بأن X، نبدأ بالزاوية هاي. قلنا قبل قليل بأن نظرية البرمجة الخطية تقول بأن الحل يكون عند إحدى الزوايا، هذه زاوية، هذه زاوية، هذه زاوية، هذه زاوية، أو قيمة يعني على الكورنرز بسميها، على الحفة. فإذا افترضنا الآن بأن X وY وزي، ما هي قيمة X وY وزي؟ عندما تكون X صفر، هنا صفر مع صفر، وY يعني صفر، X تساوي صفر، Y تساوي صفر، إذن Z تساوي 90 في صفر زائد 100 في صفر تساوي صفر. إذن هاي صفر تعطيني قيمة Z. يعني الآن نقوم بتعويض بدل X صفر وبدل Y صفر، فإذا تساوي Z، Z تساوي 90 في صفر زائد 100 في صفر تساوي صفر. إذن هذا أول قيمة لـ Z. نعوض الآن هذه القيمة الأولى خلصناها، نعوض الآن هذه القيمة 13 وثلث مع صفر. الآن 13 وثلث هنا لـ X، لكن Y صفر، إذن تساوي 13 وثلث ضرب 90، منعوض بدل X الآن 13 وثلث مضروبة بـ 90 زائد 100 في صفر تساوي 1200، هاي القيمة الثانية. الزاوية الثالثة هذه قبل الأخيرة 10 و5، عوضنا بدل X 10 وبدل Y 5، فبتساوي الآن 10 و5، إذن تساوي 10 في 90 زائد 5 في 100 تساوي 1400. وأخيرا آخر زاوية هذه Last Corner، هذه اللي هي بتكون قيمة X تساوي 0 وقيمة Y تساوي 10، منعوض بالدالة 0 في 90 زائد 10 في 100 تساوي 1100. ما هي أعظم قيمة هنا، 0 أم 1200 أو 1400 أو 1000؟ نجد بأن 1000 أكبر قيمة. إذن الآن منقول على أنه أعظم قيمة للدالة يكون Z تساوي 1400 عندما تكون Y تساوي، هنا Y تساوي 5 و X تساوي 10، أوكي، X تساوي 10 هنا و Y تساوي 5 هي التي تجعل الدالة أعظم ما يمكن. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع أو قصير مكثف، راجعاً أكون قدمت لكم الفائدة. إن شاء الله في المثال الثالث سنقدم دالة خطية، طبعاً يعني دالة نريد تعظيمها بثلاثة قيود، هذا قيد أول ثاني ونضيف إلها ثالث. طبعاً مثال ربما نستخدم نفس المثال أو المثال نفسه هذا، لكن نزيد عليه قيد ثالث بإذن الله. وإلى لقاء آخر بإذن الله قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.